بمناسبه الانتقاد اللي، لان انا الحقيقه اتكلمت على الموضوع ده قبل بس ما اكمل كلامي عن المباراه. اتكلمت امبارح عن الموضوع ده ويعني البعض الحقيقه حاول ياخده في اتجاه معين والبعض، لكن احنا الحقيقه لما بنيجي نتكلم عن حاجه اللي هو موضوع الفيديو بتاع كابتن محمد مجدي قفشه من خلال برنامج البيت الكبير، دافعنا عن او اتكلمت ان محمد مجدي قفشه ان الاسلام اللي كان بيعمل الفيديو مع كابتن محمد مجدي قفشه، انا عرفت اسلام طبعا ان هو كان بيعمل الفيديو مع كابتن محمد مجدي قفشه، كان اللي انا عرفته عن اسلام ان هو اهلاوي جدا جدا وبيحب النادي الاهلي جدا جدا جدا. فانا استغربت جدا على الرغم من ان انا امبارح انتقدت الفيديو ده تماما وقلت ان هو ما يصحش ان هو يعمل كده، من حقك ان انت تنتقد اللاعب، من حقك كجمهور. حتى بعد ما عرفت ان هو اسلام انتقدت هذا الامر وانتقدت الفيديو، لانه في الاول وفي الاخر الموضوع بسيط جدا. انا اهلاوي من حقي ان انا انتقد اداء لاعب او اداء مدير فني مهما كان، مهما كان اهلاوي، مهما كان اسمه، مهما كان بيحب النادي الاهلي، كلنا بنحب النادي الاهلي، ولكن في النهايه لما تنتقد اللاعب ما عنديش مشكله، ولكن برضو اعمل حساب ان اللاعب ده بعد ما بيخلص، اللاعب ده انسان، لما بيخلص المباراه ويبقى مغلوب ويبقى عامل مباراه وحشه في ظل ان ناس كتيره جدا كان نفسها ان احنا نكسب، او كل الاهلاويه كان نفسهم ان احنا نكسب هذه المباراه، فبيبقى من جواه كده برضو الامور صعبه. فانا لما اقول له كلمتين كلمتين كده وكلمتين كده فبرضو لازم هكون متنرفز. والحقيقه انا برضو وبكمل كلامي وبؤكد على الكلام اللي انا قلته امبارح، ان مجدي قفشه امبارح كان محترم جدا 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 في رده على هذا الفيديو. انا بحيي محمد مجدي قفشه وعلى احترامه وعلى حبه للجمهور، ان هو قال له لو سمحت ما تصورنيش فيديو، هو بس ده اللي قاله الراجل، لكن لم يعترض على انتقاد حاجة. واسلام نفسه انا قلت الكلام ده امبارح برضو، عمل فيديو دعم لمحمد الشناوي، كلنا سقفنا له لما انا شفت الفيديو، سقفت له على الفيديو اللي عمله، فاشمعنى الشناوي عملت له هذا الكلام؟ و طيب بناء على طلبه، ولان هذه القناه هي قناه جمهور النادي الاهلي وليس اي شيء اخر، بناء على طلب اسلام هو عايز يعمل معانا مداخله علشان يمكن عايز يتكلم في شيء معين، خلينا نفهم منه. ازيك يا اسلام؟ حبيبي يا كابتن اسلام، مساء الفل على حضرتك وكل على جماهير قناه النادي الاهلي. قبل اي شيء طبعا بشكر حضرتك وبشكر اداره قناه الاهلي ان هي سمحت لي ان انا ادخل واوضح وجهه نظري زي ما تعودنا دايما، هي قناه جمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك بدات. بالظبط كده يا اسلام، قبل بس ما تقول كلامك، هو اللي بيحصل ان احنا دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي اللي بيحصل ايه؟ اي حاجه تخص جمهور النادي الاهلي احنا عندنا استعداد يا جماعه ان احنا نقوله وبنقول على الهواء مباشره، فعشان كده احنا قلنا او انتقدنا الفيديو امبارح، النهارده لما اسلام اهو معانا طلب ان هو يخش، اتفضل قول اللي انت عايزه يا اسلام، يعني اتفضل يا اسلام. حبيبي يا كابتن بشكر حضرتك طبعا. طبعا قبل اي شيء انا راجل اهلاوي جدا بفضل الله، من يعني مش هزايد على حب النادي الاهلي ولا هزايد على جماهير النادي الاهلي، جمهور الاهلي بالملايين كتير وانا واحد منهم. انا يعني قصه الفيديو والله يا كابتن يعني عفويه تماما تماما تماما. انا كنت موجود في الماتش في ثالثه شمال، رحت وشجعت النادي وكل حاجه وقدر الله ما شاء فعل الخساره وشجعنا اللعيبه، لكن حدث بعض الاشياء من بعض الجماهير، يعني طبعا عبرت عن غضبها للعيبه والكلام ده كله. طبيعي جدا. طبيعي ده موجود في العالم كله يا كابتن، يعني ده موجود في العالم كله، واللعيبه ليها الحق على الجمهور حتى طبعا. يعني زي ما بنسقف لهم بنبقى غضبانين عشان نشد من ازرهم، وحضرتك يعني كنت كابتن تاريخي في جيل تاريخي للنادي الاهلي، شلت بطولات كتيره جدا، وحضرتك برضو كنت بتسمع، يعني كنت موجود في مختار التتش، كنت بتسمع الحربية. بنقول لهم شكرا الحقيقه، يعني التعنيف، حضرتك كنت راجع ثالث عالم من اليابان والجمهور كان في المطار بيطالبكم بالمزيد، صح؟ بس لكن انا قله من بعض الجماهير طبعا، يعني عنفت الكابتن الشناوي بطريقه انا ما حبيتهاش، لان انا من النوع اللي يعني بحب كل لعيبه النادي الاهلي، مش شرط الشناوي او قفشه او اي حد. فانا لما الماتش خلص ما عجبنيش القله او اللي حصل مع بعض لعيبه النادي الاهلي، فقررت يا كابتن والله العظيم طبعا انا ربنا يعلم ان انا ما بكذبش في اي حاجه من الحاجات دي، فقررت ان انا امشي من ثالثه شمال لحد مدرجات يعني الثانيه يمين مكان المؤتمر الصحفي، بحيث ان اللعيبه وهي خارجه يعني لا يا جماعه، عشان طبعا عارفين ان في ناس بتشتغل وتتصيد الاخطاء. نعم. حد ممكن يجود في المدرج يصور بعض القله دي وهي بتعنف الشناوي او بتعنف قفشه او بتعنف اي حد، يقول لك بص جمهور الاهلي مش عارف بيشتم اللعيبه، بص جمهور الاهلي مش عارف بيعمل ايه. بس انا عايز اقول لك حاجه برضو يا اسلام، معلش مع احترامي، من حق كل الجمهور ان هو ينتقد اللاعبين،
ينتقده بالطريقه اللي هو عايزها وبالاسلوب اللي هو عايزه. عارف ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف جدا هو بيتكلم ازاي وبيقول ايه وبيوصل لغايه فين، وعمره ما بيغلط في لعيبته. ده احنا متاكد ممكن يوجه ممكن ينتقد، يا عم اسلام يعني كنا دايما بنسمع الكلام ده، يا عم اسلام ما تجري شويه، يا عم اسلام دافع شويه، يا عم اسلام هاجم شويه، يا عم اسلام كذا، يا عم اسلام كذا، بدليل ان حضرتك واحد من الجمهور وكل الجمهور النهارده داخل بتعمل رساله دعم للنادي ومسانده للنادي اعتقد يعني. بالظبط يا كابتن بالظبط، ده الهدف كان الفيديو بتاع قفشه، وده اللي انا قررته. لا بس انا هقول لك حاجه، انت اتكلمت معاه انا اسف، انا هقول لحضرتك هذا الكلام، اتكلمت معاه بطريقه انا اسف جدا مستفزه، انا شايفها طريقه مستفزه يعني. انا هحكي انا هحكي لحضرتك والله حسن النيه، ده انا مش هتكلم، انا مش هفتح بقي، اتفضل. لا انا اول حاجه عملت فيديو الشناوي، تمام، هارد لك يا شناوي وكلنا في ظهرك والكلام ده كله، لان بدا الناس تخرج تقول ده جون ذنب الشناوي بتاع، يا جماعه ما ينفعش، ده الشناوي ده احسن حارس مرمى في افريقيا. فيديو كان رائع وواضح بتاع الشناوي، وفيديو قفشه كان ماشي نفس نهج فيديو الشناوي، تمام، يعني فيديو بتاع قفشه كان ماشي نفس نهج الشناوي. انا لو لا قدر الله عايز اغلط في حد او ان انا عايز اخد لقطه على حد، مش هروح لحد اصوره في وشه واقول له هارد لك، انا بقول له هارد لك يا قفشه، تمام، هارد لك يا نجم، بس الحاجات دي تبقى محتاجه وش رجلك. لسه حضرتك قال من شويه ممكن واحد من المكملين يقول لك ايه اجري شويه، لا الاوفر ده كان عايز ترفع كده، بحسن نيه والله. لكن اللي كان مع كابتن محمد مجدي قفشه، تمام، بعض من اصدقائه، حتى لو خدت بالك يا كابتن في الفيديو كابتن مجدي قفشه كان وشه موجود لحد ما كاميرا الموبايل نزلت على كشاف العربيه، كشاف اللي هو من ورا. ايوه في اللحظه ده كابتن اسلام كان واحد مع كابتن مجدي، هم كانوا ثلاثه، بدا واحد ياخد الموبايل، تمام، ويقول لي ده انا هكسره وامسح الفيديو. لا ده حد من الجمهور قفشه ملوش علاقه بالموضوع ده يا اسلام برضو. خليني اقول لك، لان انا الحقيقه اتكلمت مع قفشه في الموضوع ده، وقفشه قال لي يا كابتن انا الموضوع بالنسبه لي مش اكتر من انا بحب كل يعني ده كلام قفشه ليا، انا بحب كل جمهور النادي الاهلي ومن حقهم يعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه واي حاجه هم عايزين يعملوها على دماغي. ده الكلام والله والله الكلام اللي قاله لي، هذا الكلام كل حاجه يعملوها على دماغي من فوق، وانا مش زعلان من اي حاجه حصلت لان ما فيش حاجه حصلت، بس هو ده اللي كان مزعلني طريقه وانت غلطت يا اسلام، انت اللي انا شفته اللي انا شايفه في الفيديو اللي انت غلطت. انا غلطت ومن خلال البيت الكبير وقناه جمهور النادي الاهلي، لا وحصل مني اي سوء فهم، انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي كله، وبقول لكابتن قفشه ما تزعلش، احنا ربنا يعلم احنا بنحبك قد ايه، وإذا كان بيحصل مننا أي حاجة إحنا بنحصل عشان نفسنا طبعا المزيد، نفسنا طبعاً من البطولات طبعاً. والله العظيم أنا رايح له بحسن نية، أنا بحب قفشة جدا يا كابتن، أنا كابتن عندي فيديوهات ليلة القاضية، كنت من حسن يعني من الناس المحظوظة اللي حضرت ليلة القاضية 27 نوفمبر في استاد القاهرة، وهو كان سبب كبير في سعادتنا، فإحنا بنحبه وهيفضل دايما محمد مجدي قفشة سبب كبير ومش لوحده، هو ولا مش لوحده اللاعبين كل اللعيبة. ومن خلال البيت الكبير انا زي ما قلت لحضرتك بعتذر لكل جماهير النادي الاهلي اذا كان حصل سوء فهم. لا خالص يا اسلام، انا اللي بشكرك جدا، الاعتذار ده اعتذار مهم جدا جدا جدا، وهذا هو جمهور النادي الاهلي. اسلام انا بشكر حضرتك بجد يعني، وبشكر لا بالعكس انا اللي انا اللي انا اوضح الامر، وزي ما قلت لك باذنك يا رب، باذنك يا رب ابطال افريقيا عندنا حسن ظن بالله وعندنا ثقه في رجالتنا، ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا في ماتش باركو، وهناخد باذنك يا رب باذنك يا رب التسعه بونت بتوع افريقيا يا رب، وهنصعد وزي ما قلت لحضرتك يعني الاهلي بمن حضر، وكلنا في ظهر اللعيبه وكلنا في ظهر الجهاز الفني وفي ظهر مجلس الاداره، وبقول لقفشه انت حبيبنا وانت بتاع القاضيه وما تزعلش مني، وكل جمهور الاهلي ما يزعلش مني لو حصل سوء فهم، احنا بتوع الاهلي والاهلي بتاعنا، وان شاء الله ربنا يديم النادي ده علينا باذن الله. شكرا جزيلا يا اسلام على وجودك معانا وعلى اعتذارك للنادي الاهلي ولجمهوره ولمحمد مجدي قفشه، هو ده اللي كان يهمني في الامر. الحقيقه انا فوجئت ان هم يعني، انا بشكر طبعا الجميع ان هم دخلوا اسلام، لانه مهم جدا جدا ان احنا نسمع بعض يا جماعه، ما عنديش مشكله في اي حاجه، لانه حتى هو اسلام شايف او حاسس ان هو غلط امبارح في موضوع قفشه، لكن على الجانب الاخر هو اللي عمله مع محمد الشناوي الحقيقة هو ده اللي احنا عايزينه، الدعم والمساندة الواجبة خلال الفترة القادمة.